واليوم احنا بالاردن معنا سياره البي ام دبليو اكس 5 هيدروجين. احنا هون بفتره تجريبيه للسياره، وطبعا احنا توجهنا كشركه انه حابين نوفر للمستهلك اكثر من نوع سياره كهربائيه، وهي طبعا البي ام دبليو اكس 5 تعتبر سياره كهربائيه، وحابين طبعا نشوف قدراتها هون في السوق الاردني، وطبعا نفرجيها للعالم ويجربوها هم نفسهم كمان.